أهلا ومرحبا بكم في حفل التخرج للكلية التقنية بإبرا. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المتعلمين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري المحترم راعي الحفل، سعادة محافظ محافظة شمال الشرقية، سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية المحترمة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، أصحاب السعادة أولياء الأمور، الخريجون والخريجات، متابعين عبر قناة عمان مباشر، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إن هذا الحفل يعكس نخبة بشرية اجتهدت في تخريج هذه الدفعة، فكانت بجانبهم سندا قويا منذ لحظة التحقيق. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري المحترم محافظ محافظة شمال الشرقية راعي الحفل، أصحاب السعادة أولياء الأمور، الخريجون والخريجات، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نفذت الكلية خطتها الاستراتيجية خلال السنوات الماضية 2013-2018، والتي ركزت على أن يكون الطالب هو المحور الرئيسي في العملية التعليمية، معتمدة على معايير الجودة وتوفير البيئة التعليمية المميزة وتقديم خدمات واسعة بما تسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والفكري. وعن قريب سيتم العمل بالخطة الجديدة والتي تعني بالابتكار وريادة الأعمال من أجل التحول الريادي. ولقد أحرز الطلبة مراكز متقدمة في العديد من الفعاليات، منها حصولهم على المركز الأول في مسابقة الرؤية في مجال الروبوت، والمركز الثالث في مجال الإلكترونيات في ذات المسابقة،
وتقلدهم المركز الثالث في مسابقة الروبوت لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين بعد حصولهم على المركز الثاني في السلطنة، وإحرازهم المركز الثالث في مسابقة البحوث لهيئة التأمينات الاجتماعية. كما تم تمويل 9 بحوث طلابية من مجلس البحث العلمي هذا العام مقارنة ب4 بحوث في العام الماضي، ووصولهم للمرحلة النهائية في مسابقة إنجاز عمان، إضافة إلى العديد من المشاركات الأخرى التي اكتسب الطلبة منها مهارات عدة. الخريجون والخريجات، إن الهدف الأساسي للجامعات أن تخرج قيادات للمجتمع، وأنتم أهلا لهذه المهمة، وليكن مبدأكم إتقان المهنة والرغبة في التعلم المستمر ومتابعة المستجدات المعاصرة، مما يعزز قدرتكم على المنافسة ويضمن لكم الاستمرارية والتطور والرقي. نكرمكم اليوم 774 خريجاً وخريجة، وصلتم لهذه المرحلة بطموحكم وقناعاتكم حول ما يمكن أن يحققه التعليم بتغيير حياتكم الفكرية والاجتماعية والشخصية، آملين أن تجدوا ما يحفزكم لاستخدام مهاراتكم المكتسبة لخدمة مجتمعكم، فخدمته ليست فقط بالالتحاق بالعمل في المؤسسات العامة والخاصة، بل تكمن في تقديم كل ما هو جديد وإضافة قيمة في كل ما تفعلوه من مشاريع ريادية وأعمال تطوعية. فليكن شعاركم: نلتحق لنتعلم ونتخرج لنبني. وأخيرا، تخرجكم لا يعني خروجكم عن كليتكم، فنحن نسعد بتواصلكم معنا. والآن ندعو جميع الخريجين والخريجات للوقوف لنتلو عليكم بيان التخرج. استناداً إلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية، وبعد إكمال جميع متطلبات التخرج بنجاح، فقد قرر مجلس الكلية منحكم شهادات التخرج مع ما يصاحبها من حقوق وامتيازات. والآن ندعوكم للالتفات لأولياء أموركم تقديراً وعرفاناً. شكراً، تفضلوا بالجلوس. أولياء الأمور الكرام، نبارك لكم تخرج أبنائكم ونثمن جهدكم الطويل في سبيل صنع هذه اللحظة السعيدة. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة راعي الحفل والحضور الكريم، والشكر موصول للزملاء الأكاديميين والإداريين والفنيين الذين لم يألوا جهداً لخدمة الطلبة، فأنتم سند هذا المكان، راجين للجميع حياة حافلة بالبذل والعطاء لهذا الوطن العزيز تحت قيادة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، إن للحفل أبطال وللفرحة صناع، وللشعور ألسن معبرة عما يجول بالقلوب من مسرة الإنجاز، فلهم حق الإصغاء. إذا نترككم الآن مع كلمة الخريجين، يقدمها الخريج يعرب بن عمر بن محمد البطاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تعرف الإنسانية في تاريخها أساساً يبني نهضاتها
ويعظم أمجادها كالعلم، ولم يعرف في تاريخ الأمم معول هدم وأسقط الحضارات وبدد النهضات كالجهل. فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ ذرى المجد، وبدونه تهوي في مراتع الجهل والتخلف. وفي هذا يقول شوقي: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. مرت الأيام سريعا، تخللها الجهد والمثابرة والتحدي، وكنا مؤمنين بقدراتنا وطاقاتنا التي حققت الهدف الذي عاهدنا أنفسنا على تحقيقه. وبفضل الله ثم بفضل الكادر الأكاديمي والإداري بالكلية، ها نحن اليوم نقف هنا على منصة التشويج رافعين رؤوس من تعبوا في تربيتنا عاليا. إن معنى الشكر لن يتحقق إلا إذا استشعرنا واجب رد الجميل. ردوا الجميل لأهله يسدى الجميل إليكم. شكرا بحق لرجل الأمن الذي حفظ أمننا وضمن أماننا. شكرا لعامل الصيانة الذي يجدد ما استهلكناه. شكرا لعامل النظافة، لسائق الحافلة، لموظف التسجيل، لمعلم الفاضل، لرئيس القسم، ولعميد الكلية. شكرا ثم شكرا ثم شكرا لكم ولمن أشرف على أدائكم وحفزكم. فلولا هذا المزيج المتجانس من الهمة والنشاط لما تمكنا من أن نواصل التميز. شكرا لك يا من توثق هذه اللحظة لنسعد بها يوما مع أبنائنا، آباءنا وأمهاتنا. ماذا عسانا أن نقول؟ ومن أين لنا أن نبدأ؟ فالشكر لن يفي جميلكم أبدا ما حيينا. شكرا لأخ آزرنا للتفوق والإنجاز. شكرا لأخت سهرت الليالي وبراحتها لم تبالي لنواصل معا مسيرة البناء والعطاء ونصنع مستقبلا من الرخاء. وختاما نسأل الله أن يجعل هذه الليلة انطلاقة جديدة في مسيرة العلم والعمل، وأن يبارك خطانا ويسدد بالخير ممشانا ويعمر بنا دينا وأوطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، وصلنا بكم إلى لحظات التكريم والتتويج، لذا ندعو راعي حفلنا بمعية عميدة الكلية ومساعد العميد لشؤون الطلبة لتكريم طلبة الامتياز والخريجين والخريجات، فليتفضلوا مشكورين. طلبة الامتياز قسم الهندسة تخصص القوى الكهربائية، البكالوريوس شهاب بن حمد بن سيف الزيدي. تخصص الهندسة الميكانيكية، البكالوريوس مازن بن خادم بن سيف المعمري. تخصص الهندسة المعمارية، البكالوريوس شيماء بنت حميد بن حمود المنجية. تخصص إلكترونيات واتصالات، البكالوريوس أميرة بنت عامر بن سالم المسعودية.
عزة بنت أحمد بن حمد الحارثية. تخصص إلكترونيات واتصالات، الدبلومي المتقدم، مريم بنت عبد السلام بن خميس العلوية. قسم تقنية المعلومات، تخصص قواعد البيانات، البكالوريوس ريا بنت حمد بن حمود البسعيدية. مريم بن سيف بن حمد البراشدية. تخصص الشبكات، البكالوريوس أسماء بن صالح بن حماد العلوية. قسم الدراسات التجارية، تخصص إدارة الموارد البشرية، البكالوريوس هناء بنت خلف بن حمد الرواحية. تخصص المحاسبة، البكالوريوس نادية بن سيف بن ناصر الحبسية. ندعو الآن الفاضل الدكتور سامي الغنامي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في توزيع الشهادات. قسم الهندسة، تخصص القوى الكهربائية، البكالوريوس صالح بن عيسى بن محمد الشبيبي، زاهر بن ناصر بن سعيد الحبسي، خليفة بن سالم بن خليفة المغيري، فهد بن خميس بن حمد الجابري، أحمد بن خلفان بن سالم الحبسي، مرشد بن إسحاق بن يعقوب الفرعي، عمر بن مبارك بن جمعة السلطي، أحمد بن سيف بن خلفان الحبسي، مسلم بن علي بن مسلم اليعقوبي، أبو بكر بن خلفان بن عيد السلطي، محمد بن أحمد بن حمود الشيذاني، أسعد بن محمد بن سعيد الحارثي، عبد الله بن ناصر بن عبد الله الشكالي، محمود بن جمعة بن خميس الهاشمي، عيسى بن عامر بن محمد الحجري، زاهر بن سليمان بن سيف السرحاني، نعمان بن قصيب بن خلفان الصوتي، المنتصر بن حمد بن ناصر الريامي، زكريا بن خالد بن حاكم الشبيبي، المعتز بن حميد بن سيف الطوقي، سيف بن عبد الله بن ماجد الصوافي، سالم بن ماجد بن سالم العزري. تخصص القوى الكهربائية، الدبلومي المتقدم، إبراهيم بن محمد بن خميس الراسبي، سعيد بن خلفان بن أحمد المحروقي، مصبح بن سعيد بن مصبح العلوي، يعقوب بن سالم بن خميس الشعيبي، عبد الرحمن بن صالح بن سالم الجعفري، يقظان بن سالم بن محمد الحجري، حميد بن حمود بن حمد الأغبري، ماجد بن سعيد بن ماجد الهاشمي، ماجد بن سيف بن علي البوسعيدي، تركي بن راشد بن ناصر الإسماعيلي، خالد بن مسعود بن حمد العامري، زكريا بن يحيى بن عبد الله الراشدي، محمد بن هلال بن محمد السناوي، خميس بن خيلة بن خميس المسكري.
تخصص القوى الكهربائية، الدبلوم محمد بن سلطان بن سالم مشرفي، يوسف بن سعود بن سالم الجعفري، ماجد بن خالد بن ناصر الشخصي، سعيد بن علي بن سعيد العويسي، أيوب بن خلفان بن عامر الكاملي، راشد بن خلفان بن عبد الله الرواحي، سلطان بن حمد بن سعيد البراشدي، حاتم بن حمد بن محمد المسروري، ذياب بن حمد بن سلطان القحافي، خليل بن سالم بن سعيد الشيذاني، المهند بن سيف بن أحمد الحبسي، أحمد بن سلوم بن سقاط الوهيبي، حمود بن سالم بن ماجد الهاشمي، محمد بن سبيت بن سعيد المقيمي، زكريا بن سالم بن ناصر الداودي، سليمان بن أحمد بن سليمان المطري، أحمد بن خميس بن جمع المخيني، المعتصم بن ناصر بن سعيد العويسي، محمود بن سعيد بن الصغير الحكماني، محمود بن حمد بن سليم لوهيبي، عبد الله بن خلفان بن غابش الهاشمي، سلطان بن هدوب بن علي الغيلاني، عمر بن ضحي بن غابش السيفي، رضوان بن ربيع بن سلم الحارثي، عمر بن سالم بن محمد الستمي، محمود بن ناصر بن سلطان المشايخي، محمد بن سليمان بن عبد الله المشكري، سعيد بن عبد الله بن حمد الحبسي، ناقي بن سليمان بن سالم الحارثي، أنس بن عبد الله بن سعيد الصوافي، محمد بن عيد بن مرزوق لوهيبي، نايف بن عبيد بن سالم الهاشمي، محمد بن سعيد بن أحمد الرحبي، ماجد بن علي بن سيف الراجحي، إبراهيم بن حمير بن سعيد الداودي، أسعد بن عبد الله بن حمدون العامري، حمدان بن محمد بن حميد بن بيحسي، سليمان بن سيف بن محمد الوردي، عبد القادر بن خميس بن سليمان الظفري، محمد بن سليمان بن سالم الفزاري، أحمد بن سعيد بن يحيى الإسماعيلي، عمار بن محسن بن حمد الراشدي، محمد بن سالم بن خلفان الناعبي، محمد بن سليمان بن محمد الفزاري، إبراهيم بن محمد بن عبيد الغنيمي، سعيد بن سلطان بن سعيد المحروقي،
سليم بن عبد الله بن علي القحافي، عبد الله بن مسعود بن حمد العامري، عثمان بن عبد الله بن خميس المعمري، سعد بن عبد الله بن سعيد المقيمي، مطر بن حمود بن سليم القحافي، نصر بن سعود بن معامر الماجدي، بدر بن سعيد بن سيف السعدي، سلطان بن سعيد بن أحمد العامري، عبد الله بن خميس بن سالم المالكي، يوسف بن عبد الله بن ناصر المسروري، حمود بن سالم بن سعيد الحبسي، محمد بن جميل بن سالم الزرعي، يحيى بن منصور بن عامر العيسري، حسين بن علي بن سليم الكاسبي، سالم بن حميد بن سالم التبعي، سهيل بن حمد بن شفلود الغفيلي، مصعب بن محمد بن حمد الإسماعيلي، علي بن قمعة بن مصبح العريمي، عمر بن خلفان بن محمد الحبسي، محمد بن حمد بن سعيد الرحبي، عيسى بن سيف بن علي القصابي، مازن بن عبد الله بن يعقوب الرواحي، إسحاق بن حمدان بن سالم الزكواني، سعيد بن سالم بن سعيد الحبسي، عبد العزيز بن حمد بن محمد العريمي، وليد بن زاهر بن علي السيابي، عبد الله بن علي بن عبد الله المصلحي، علي بن عيد بن حمد اللهيبي، علي بن محمد بن سالم العامري، محمد بن عبد الله بن مبارك العامري، خالد بن سالم بن حميد المسكري، علي بن سعيد بن مبارك المخيبي، عمر بن عبد الله بن خلفان الرحبي، محمد بن سعيد بن حامل الخديري، محمد بن سعيد بن علي مشرفي، خليفة بن سرحان بن حسن العامري، محمد بن ناصر بن سعيد الداودي، زايد بن سعيد بن حسين القنيبي، أحمد بن حميد بن حامد العامري، سعيد بن عبد الله بن علي المسكري، يونس بن سالم بن علي النسري، إبراهيم بن محمد بن أحمد الشبيبي، المهنا بن عبد الله بن حمود البراشدي، عبد الملك بن خلفان بن محمد الرواحي، محمود بن محمد بن عبد الله المسكري،
الهندسة الميكانيكية البكالوريوس هلال بن زاهر بن محمد اليحمدي سيف بن صالح بن علي العامري جمال بن ناصر بن سعود العامري مازن بن محمد بن حمد البراشدي أسعد بن سالم بن حمد الإسماعيلي معاذ بن صالح بن سالم المسكري إبراهيم بن سيف بن حمد المنقي إسماعيل بن سعيد بن مسعود الحبسي باسل بن محمد بن علي بني عرابة أمجد بن مسعود بن راشد الهاشمي مروان بن مسلم بن سالم المحرزي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد البطاشي عبد الله بن راشد بن محمد الرحبي عبيد بن سالم بن محمد الوهيبي محمد بن سعيد بن حامد بن حمد العبيداني جابر بن خميس بن حمد الجابري خلفان بن سعيد بن خلفان السعدي الحسين بن حمود بن أحمد المسكري عبد العزيز بن محمد بن محمد بني عرابة أشرف بن إبراهيم بن سيف الشكيري عمر بن حميد بن رشيد الضاوي أحمد بن حمود بن عبد الله الشبيبي زاهر بن حمود بن سيف الحبسي محمد بن عبد الله بن سالم الماردي عزيز بن صالح بن محمد الحسيني يونس بن عامر بن حبيب الشرقي أمجد بن سلطان بن سعيد الجابري أحمد بن عامر بن أحمد الحارثي الحسن بن حمود بن أحمد المسكري رضا بن خالد بن ناصر الدغيشي رشاد بن جمعة بن حمد الجعفري عبد الحميد بن محمد بن خلفان النعماني محمد بن سلطان بن شامس الحارثي سيف بن عبد الله بن ناصر السناوي حمود بن علي بن سعيد الحارثي سالم بن سليمان بن سلوم العذوبي خالد بن سعيد بن ناصر الشبلي فهد بن سيف بن مسعود المالكي ومحمد بن هارون بن محمد البلوشي تخصص الهندسة الميكانيكية الدبلوم المتقدم عامر بن حمدان بن عامر الحجري إسماعيل بن سيف بن سعيد البدوي علي بن سالم بن علي الحجري عبد الله بن هلال بن عامر الحارثي أحمد بن علي بن عبد الله المشرفي سالم بن سعيد بن هديب القحمني
حسين بن ناصر بن سالم الهاشمي، حمود بن سالم بن ناصر الحقري، أمجد بن محمد بن حمدون المعمري، طاهر بن سعيد بن خلفان الحبسي، خالد بن سعيد بن محمد الغيلاني، سيف بن محمد بن حمود الشكيلي، صهيب بن محمد بن صالح الشبيبي، علي بن سعيد بن حمد العلوي، نواف بن محمد بن خميس الشعيبي، وأسعد بن مسعود بن جمعة الأبروي. تخصص الهندسة الميكانيكية، الدبلوم فيصل بن سعيد بن علي المشرفي، مازن بن أحمد بن هلال الزكواني، أحمد بن عبد الله بن سليم الجحافي، الخليل بن أحمد بن خلفان الغنيمي، مفلح بن حمد بن محمد الغيلاني، ناصر بن هلال بن شامس الحارثي، مازن بن محمد بن راشد الراسبي، أحمد بن يوسف بن أحمد الحارثي، عمر بن سالم بن عبيد السويدي، داود بن سالم بن سعيد المبسلي، مصعب بن خلفان بن سالم الغنيمي، هيثم بن راشد بن سلطان المسكري، غيث بن عبد الله بن سعيد الوهيبي، باسل بن محمد بن سعيد بني عرابة، عبد الله بن سالم بن حمد الراشدي، سليمان بن محمد بن سعيد العزري، سالم بن محمد بن سالم المرهوبي، أحمد بن محمد بن سالم النعماني، سالم بن حميد بن خلفان الهاشمي، سلطان بن سيف بن حمود الجابري، منصور بن عبدون بن مبروك المبسلي، علي بن سليم بن علي اليزيدي، أصيل بن سالم بن عبيد الحبسي، سعيد بن راشد بن سالم المبسلي، محمد بن خميس بن سعيد الحسيني، حمود بن سعيد بن حميد الحارثي، الوليد بن جمعة بن مسلم المعمري، هشام بن خلفان بن سليمان الراشدي، حمود بن سلطان بن علي النظيري، خالد بن راشد بن سليم الرحبي، سالم بن سلطان بن سالم الشبيبي، خالد بن راشد بن محمد الدفاعي، أحمد بن يوسف بن أحمد الرواحي، عبد الله بن راشد بن عبد الله الشبيبي، سالم بن مسلم بن خميس المسكري، محمد بن حميد بن حمد الجنيبي، خميس بن محمد بن خميس العلوي، محمد بن علي بن وني الهاشمي، خالد بن سعيد بن علي الحارثي، خالد بن سلام بن خلفان العامري،
إبراهيم بن حميد بن محمد الحبسي. علي بن مسعود بن سليم الهاشمي. سامي بن حمد بن علي السرحاني. محمد بن هلال بن حمد المشرفي. رياض بن سعيد بن هديب الراشدي. محمد بن ماجد بن سالم العزري. أحمد بن سالم بن عبد الله المشايخي. عامر بن محمد بن سالم الحجري. أيمن بن محمد بن سعيد بني عرابة. عبد الله بن راشد بن جمعة البهلوي. معضد بن علي بن خالد الوهيبي. محمد بن سعيد بن علي الجلنداني. حاتم بن مبارك بن علي الجنيبي. مهنا بن منصور بن ناصر الراشدي. خالد بن سلطان بن صابح بني عرابة. محمد بن سالم بن جمعة البلوشي. حمد بن سالم بن سعيد البادري. راشد بن شامس بن سلطان الحجري. عبد الله بن ناصر بن مبارك العامري. عبد العزيز بن حمود بن عامر الشبيبي. عبد الله بن علي بن حرقوس الجحافي. محمد بن خلفان بن جميل المبسلي. معاذ بن محمد بن سالم الحجري. زايد بن جمعة بن زايد الراشدي. سالم بن علي بن سالم المسكري. سيف بن حمد بن سيف الصوافي. حسان بن سلطان بن سعيد العزري. عيسى بن سعود بن حمد المقحوصي. سالم بن علي بن خلفان السلطي. ياسر بن علي بن عبد الله الرزيقي. خليل بن سعيد بن عامر الصوطي. عمر بن علي بن محمد الراشدي. محمد بن سعيد بن حميد الناعبي. ناصر بن مرهون بن عبيد الذخري. سعد بن سالم بن جميل الرزيقي. عبد العزيز بن عامر بن خميس المسروري. محمد بن حمدان بن حمود الجحافي. محمود بن مسعود بن سالم الشبيبي. عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله العريمي. وعبد الله بن محمد بن سلطان المسكري. تخصص الإلكترونيات والاتصالات، البكالوريوس محمد بن صالح بن سيف العبدلي. أحمد بن حمدون بن محمد العزيزي. تخصص الهندسة المعمارية، البكالوريوس ناصر بن حمود بن سالم الحارثي. تخصص الإلكترونيات والاتصالات، الدبلوم عمار بن عيسى بن سعيد النعماني. علي بن ماجد بن حمد الهاشمي. عبد الله بن أحمد بن سليمان الأزكي. هلال بن جميل بن سعيد الجلنداني.
ماجد بن سعيد بن علي المشايخي، إسحاق بن سعيد بن أحمد السناوي، أشرف بن خلفان بن نصير الجلنداني، ناجي بن عزيز بن محمد الحسني، سليم بن فايل بن ضعيف العويسي، مازن بن خميس بن جمعة مضيري، زاهر بن راشد بن محمد السعدي، تخصص الهندسة المعمارية البكالوريوس ناصر بن حمود بن سالم الحارثي، صالح بن أحمد بن صالح المفرقي، علي بن أحمد بن علي الحارثي، تخصص الهندسة المعمارية الدبلوم المتقدم ياسر بن علي بن خالد آل حمودة، يعرب بن عمر بن محمد البطاشي، تخصص الهندسة المعمارية الدبلوم محمد بن سليم بن عامر الحبسي، عبد المجيد بن عبد الله بن أحمد المحرزي، عمر بن سالم بن علي السعيدي، يوسف بن يعقوب بن ناصر البوصافي، راشد بن عامر بن سليمان الحبسي، ماجد بن سالم بن علي الحسيني، سيف بن هلال بن عبد الله اليزيدي، مازن بن أحمد بن حمود المنجي، ناصر بن عبيد بن ناصر الحجري، موسى بن علي بن سعيد الحجري، يعقوب بن سعيد بن ناصر الجلنداني، تخصص هندسة الحاسوب على البكالوريوس محمد بن سعيد بن سالم الراشدي، هندسة الحاسوب الدبلوم عبد الله بن محمد بن سعيد الغيلاني، خالد بن خميس بن مسلم الجعفري، أحمد بن حميد بن راشد السعدي، حمد بن محمد بن حمد الفرعي، سعيد بن حمد بن سلطان السعدي، أسعد بن سيف بن سالم الرحبي، علي بن أحمد علي بن حمد بن راشد الجمري، سعود بن محمد بن حمد المالكي، وراس بن محمد بن عامر الصوتي، محمد بن حمود بن حسن الجنيبي، محمد بن راشد بن محمد الوهيبي، عبد الجليل بن ناصر بن خاتم الجلنداني، ناصر بن عامر بن سالم الفارسي، مهند بن خميس بن مسعود المسكري، جلال بن يعقوب بن حمدون المسلمي، عبد العزيز بن أحمد بن سليمان المحروقي، مازن بن سليمان بن محمد القهضمي،
عبد العزيز بن عبيد بن سالم الحجري، غالب بن سلطان بن محمد البطيني، سعيد بن سيف بن محمد الوردي، عصام بن مسلم بن سالم الضفري، قسم الهندسة تخصص القوى الكهربائية على البكالوريوس، صفية بنت أحمد بن سيف الحارثية، جميلة بن سالم بن سعيد الرحبية، أشواق بنت علي بن ناصر البوسعيدية، هنية بن سعيد بن حمدان السعدية، جواهر بن صالح بن حسين الشبيبية، آمنة بن صالح بن سالم الرحبية، صفية بن زاهر بن محمد الشيدانية، بهية بنت مبارك بن سليم الشامية، فاطمة بنت حمد بن سالم الدويكية، مودة بنت إبراهيم بن حديد العرامية، زينب بن سعيد بن سيف الشيذانية، يمنى بنت سليمان بن مصبح السيابية، مريم بن سعيد بن الصغير الوهيبية، سعداء بنت ناصر بن سالم الحارثية، سمية بنت محمد بن عبد الله المسكرية، سباء بنت أحمد بن سعيد الغيلانية، وأحلام بنت سالم بن علي العويسية. التخصص القوى الكهربائية، الدبلوم المتقدم صفاء بنت بخيت بن إسماعيل المخنية. التخصص القوى الكهربائية، الدبلوم مريم بنت أحمد بن سالم الحبسية، نورة بنت حمود بن ناصر السنادية، عبير بنت خميس بن خلفاني العلوية. التخصص إلكترونيات واتصالات، البكالوريوس أشواق بنت عبد الله بن سعيد الرحبية، ليلى بنت علي بن سالم الدواكية، ولاء بنت سعيد بن سليم الحبسية، عذاري بنت خميس بن حلاسي البهلولية، أصيلة بنت عامر بن سعيد المصلحية، دعاء بنت سعيد بن محمد الأغبرية، سالمة بنت سعيد بن سالم المسورية، خلود بنت سعيد بن هلال المشايخية، جهان بنت جهاد بن سالم الهاشمية، بسمة بنت سليمان بن خلفان الرحبية، سعيدة بنت محمد بن عبيد العلوية، شيماء بنت حمود بن محمد الحبسية، زينب بنت محمد بن خميس البلوشية، غدير بنت يوسف بن هديب الراجحية، ريم بنت محمد بن علي الشعيبية، سعيدة بنت صالح بن علي المخنية، بسوم بن سليمان بن سالم الجحافية،
غيداء بن سعيد بن حمد الهاشمية، التخصص إلكترونيات واتصالات، الدبلوم المتقدم شيخة بنت خلفان بن محمد الجابرية، أماني بنت محمد بن عامر البطاشية، فاطمة بنت سعيد بن عبد الله العريمية، مها بنت مبارك بن سبيع الوهيبية، فاطمة بنت محمد بن عبد الله الراسبية. التخصص إلكترونيات واتصالات، الدبلوم أزهار بنت أحمد بن سالم السعدية، خلود بنت سعيد بن سالم العامرية، مشاعل بنت محفوظ بن سعيد المشايخية، جيهان بنت إبراهيم بن بشير الحارثية، زيانة بنت هلال بن محمد المعمرية، جواهر بنت محمد بن علي الغيلانية، أمل بنت هلال بن الصقير العامرية، سهير بنت خلفان بن سيف الرواحية، زينب بنت ناصر بن حمد المحروقية، زهرة بنت سعيد بن ناصر الحميضية، ميثاء بنت فايز بن ناجي الشعيبية، فريحة بنت حمد بن سلطان الزرعية، ثريا بنت سالم بن سليمان الحبسية، أميرة بنت راشد بن ناصر المشرفية، تخصص الهندسة المعمارية البكالوريوس، خزينة بنت عبد الله من سيف السالمية، سامية بنت يحيى بن سيف الحارثية، عبير بنت محمد بن حمود المسكرية، حوراء بنت سعود بن علي المسكرية، إلهام بنت حارب بن حمد المحروقية، أزهار بنت محمد بن أحمد المنقية، أبرار بن سالم بن جمعة الفارسية، جواهر بن سلطان بن أحمد الحارثية، سالمة بن سالم بن سليمان الحراسية، فاطمة بن سعيد بن خلفان العنقودية، سامية بن سالم بن سعيد النعمانية، رايا بنت نافع بن راشد الراسبية، مريم بنت يعقوب بن حق الحارثية، يسرى بن سليم بن خلف الشعيبية، أميرة بنت علي بن خلف بني سعد، حشيمة بنت راشد بن سعيد النوفلية، ياسا بن سعيد بن راشد المالكية، جواهر بن سالم بن علي الوهيبية، ريا بنت محمد بن عبد الله الحارثية، رايا بنت عبد الله بن زاهر الحجرية، تخصص الهندسة المعمارية، الدبلوم المتقدم عفراء بنت خلفان بن حارب الحراسية، القازية بنت حمد بن محمد القابرية، تخصص الهندسة المعمارية،
الدبلوم المها بن خميس بن حمد المطاعنية، أزهار بن سالم بن سعيد الحبسية، ريهام بن قعروف بن قميع البهلولية، خزينة بن سليم بن سالم الحبسية، ليلى بن سالم بن هادي الحرسوسية، شمسة بنت يوسف بن سليمان البلوشية، أمينة بنت حمد بن عبد الله العريمية، نورة بنت نبهان بن مسعود السلطية. تخصص هندسة الحاسوب البكالوريوس محفوظة بنت حمود بن سالم نظيرية، سمية بن سالم بن سعيد النعمانية، أميرة بنت حمد بن سعيد الهاشمية، هند بنت محمد بن علي العريمية، أفراح بنت علي بن حمد المشايخية، سالمة بنت عبد الله بن علي العلوية، خديجة بنت خلفان بن سيف البسعيرية، تخصص هندسة الحاسوب الدبلوم المتقدم زهراء بنت خلفان بن مبارك الراسبية، محفوظة بنت محمد بن حمد البهلولية، إلهام بنت سعيد بن أحمد المندية، وميساء بنت محمد بن عبد الله النعيمية. تخصص هندسة الحاسوب الدبلوم سارة بنت سالم بن علي الحسنية، كريمة بنت هلال بن أحمد الرحبية، نصراء بنت سعيد بن ناصر السالمية، أشواق بنت حمد بن عبد الله الهاشمية، ثويا بنت سعيد بن مبارك الوهيبية، الغالية بنت حميد بن محمد الجابرية، صالحة بنت سعيد بن عبد الله المسكرية، فاطمة بنت محمد بن حمود الحجرية، خلود بنت حمد بن جي العواسية، وعد بنت ناصر بن حمد الحجرية، زهرة بنت سالم بن محمد السيفية، ومهنة بنت راشد بن سليم البطينية. نشكر رئيس قسم الهندسة وندعو سعادة الشيخ راعي الحفل لأخذ استراحة قصيرة، وبعدها نواصل توزيع الشهادات على باقي الخريجين. بأسره أن يعي أهمية التعليم التقني، وأن يعمل على تشجيعه وترويجه ومناصرته أسوة بمجتمعات أخرى
سبقتنا في هذا المضمار. تتسارع وتيرة الحياة، وتتسارع مجالاتها في التطور، وتتطور بتطور الإنسان وفكره ليواكب هذه السرعة. وبفضله تقدم عالم التكنولوجيا والتقنية، وأدخلت في جميع المجالات المختلفة، وأصبحت جزءا من حياة الإنسان في هذا الكون، لتصبح المحرك الأساسي في الصناعات والمهن. هنا العلم، هنا الفكر، هنا العقل. الكلية التقنية بإبرا، إحدى الكليات التقنية السبع التي أنشئت في سلطنة عمان، وذلك في عام 1993 ميلادي، لتبدأ في نشر العلم والمعرفة وتأهيل منتسبيها لسوق العمل. تم تحويل معهد التدريب المهني الموجود سابقا إلى الكلية الفنية الصناعية بإبرا آنذاك. في عام 2001 تم تطوير البرامج والمناهج لتتوافق مع المواصفات والنظم العالمية، وتغيير مسمى الكلية ليصبح الكلية التقنية بإبرا، والتي تعد كمؤسسة تعليمية وتدريبية عليا تتيح لطلبتها سهولة التدريب العملي والميداني وتأهيلهم لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، وذلك للمساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة وتأهيلهم لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، وذلك للمساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التعمين بالسلطنة. في عالمنا الصغير نخطط بثقة ونرسم الهدف بدقة، وبسواعد أبناء الوطن نحقق الرؤى بسرعة لننير الحياة. وفي عالم التقنية نبرمج الحواسيب الصغيرة وندخل البيانات باحترافية لنكون متصلين بالعالم. وها هو اليوم المنتظر، لنرى أحلامنا تتحقق ونعيش الفرح بعد سنوات من العلم والمعرفة وتجارب وذكريات عشناها بين جنبات هذا المكان. ستخلد اللحظات في ذاكرتنا وسنبتسم كلما تذكرناها. كافحنا وحاربنا وتعثرنا، ولكن وقفنا من جديد لنثبت أنفسنا ونقول ها أنا ذا.
ندعو الآن سعادة الشيخ راعي الحفل لاستكمال توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، كما ندعو الفاضل محمد عثمان بالنيابة عن الفاضلة فايزة الحارثية رئيسة قسم تقنية المعلومات للمشاركة في تسليم الشهادات. قسم تقنية المعلومات، التخصص الشبكات، البكالوريوس أحمد بن سعيد بن سليم الشهيمي. خالد بن جمعة بن المر الزيدي. خالد بن حمد بن محمد الصباري. سعيد بن سالم بن خلفان الراشدي. تخصص الشبكات، الدبلوم المتقدم، سعيد بن عامر بن محمد الحارثي. محمد بن أحمد بن سيف الراشدي. تخصص تقنية المعلومات، الدبلوم، زايد بن سعيد بن علي الحرملي. أحمد بن حميد بن سليم الأبروي. وليد بن يعقوب بن خلفان العلوي. أحمد بن عبد الله بن سالم الجعفري. عادل بن هلال بن ناصر الحارثي. سعيد بن سالم بن عامر الرواحي. منذر بن محمد بن عبد الله الدلهمي. فؤاد بن عبد الله بن سلطان القاسمي. محمد بن مطر بن راشد المخيني. يوسف بن حديد بن مرزوق السناني. مازن بن أحمد بن محمد المغيري. محمود بن عبد الله بن رغموش الجحافي. عبد الحميد بن حمود بن سيف الرواحي. جاسم بن عيد بن سعيد السيفي. ربعي بن خميس بن عامر الأسماعيلي. مانع بن سالم بن حمود الوهيبي. ويعقوب بن خميس بن خلفان المغيري. تخصص الشبكات، البكالوريوس، هدى بنت سالم بن فايل المهيرية. شيماء بنت خميس بن أحمد السعدية. ماجدة بنت سلطان بن علي الحارثية. أماني بنت عيسى بن وليد الحبسية. صفاء بنت خلفان بن مبروك الظفرية. ابتسام بنت حمد بن محمد الجلندانية. الزهراء بنت سعيد بن سالم الناعبية. بسمة بنت ناصر بن حمد الكويلية. بدرية بنت حمد بن محمد الغيلانية. أسماء بنت علي بن سعيد الستمية. شمالة بنت سعيد بن سالم الكاسبية. حنان بنت صالح بن هليل العلوية. وشيخة بنت سعيد بن محمد المشايخية. تخصص الشبكات، الدبلوم المتقدم، تهاني بنت محمد بن سعيد الأغبرية. سالمة بنت مبارك بن خميس الحربية. علياء بنت صالح بن علي العلوية.
حنان بنت خلفان بن حامد الراشدية، أمل بنت سالم بن أحمد المالكية، فاطمة بن داود بن خميس البلوشية، علياء بنت علي بن عبد الله الهاشمية، عفراء بنت أحمد بن علي الحبسية، بدور بنت صبيح بن حمود الفزارية، شيماء بنت سعيد بن مسعود الغيلانية، وخديجة بنت حميد بن سالم السالمية. تخصص قواعد البيانات البكالوريوس بسمة بنت سيف بن حامد النهدية، بدور بنت سعيد بن علي الحبسية، خديجة بنت سيف بن محمد الوردية، وفاء بنت زاهر بن سعود المعولية، جواهر بنت صالح بن راشد الشحيمية، أسماء بنت سالم بن سلطان الوهيبية، أبرار بنت راشد بن محمد السلطية، شمسة بنت سالم بن ناصر الريامية، هاجر بنت أحمد بن محمد المبسلية، آية بنت خلفان بن خادم السعدية، أنعام بنت صالح بن سيف السيابية، مريم بنت عبد الله بن حمد الحجرية، جواهر بنت سليمان بن سالم البراشدية، مشيرة بنت تيسير بن مبارك الحارثية، سعيدة بنت علي بن سالم العلوية، بثينة بنت سليم بن سليمان المسلمية، رحاب بنت سليمان بن محمد السيابية، نجية بنت عامر بن محمد الحجرية، خلود بنت محمد بن حمدان الراجحية، انتصار بنت سعود بن عامر الماجدية، عفية بنت سالم بن علي الوهيبية، زمزم بنت حمد بن علي الأغبرية، ثريا بنت حميد بن محمد الراشدية، بدرية بنت جابر بن حمود الوهيبية، فاطمة بنت سعيد بن ناصر السلطية، جواهر بنت محمد بن عامر الكاسبية، وجواهر بنت حمد بن سلام المفرجية. تخصص قواعد البيانات الدبلوم المتقدم مريم بنت حميد بن أحمد الشعيبية، فاطمة بنت علي بن محمد الفراجية، صفية بنت صالح بن حمود الشيذانية، ياسة بنت مسعود بن مرهون الحربية، مروة بنت فايل بن خليفة الدرعية، رقية بنت عبد الله بن سعيد الرواحية، ابتسام بنت محمد بن سالم الهاشمية، زهور بنت خليفة بن سليم المبسلية، أمل بنت سالم بن سعيد الحربية، أصيلة بنت محمد بن خلفان المسكرية،
زكية بنت عبد الله بن سلطان القاسمية، ريا بنت سعيد بن خميس المشرفية، زوينة بنت عامر بن حمود العزرية، مشاعل بنت سعيد بن حمود القنوبية، سعاد بنت عبد الله بن سلطان القاسمية، وعهود بنت محمد بن حمد السرحانية. تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني، البكالوريوس، ورود بنت سويلم بن مبروك المشايخية. تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني، الدبلوم المتقدم، نافقة بنت محمد بن راشد السنيرية. سارة بنت محمد بن سالم الراشدية. تخصص تطوير البرمجيات، الدبلوم، شروق بنت سالم بن علي الخالدية. تخصص تقنية المعلومات، الدبلوم، عزة بنت عبد الله بن خميس الحارثية. مريم بنت حمد بن سعيد السالمية. نورهان بنت أحمد بن حمود الشبيبية. مهرة بنت سليمان بن حميد المتامنية. أفراح بنت سليمان بن محمد السيابية. أماني بنت خلفان بن راشد الفراقية. نافقة بنت حميد بن حمد المطاعنية. روابي بنت سالم بن غابش الشعيبية. صفية بنت ناصر بن سيف السعدية. نورة بنت مبارك بن سليم الكاسبية. العنود بنت خلفان بن سالم الشكيرية. أنهار بنت مسلم بن عيسى الرواحية. منيرة بنت خميس بن سالم السعدية. سهام بنت محمد بن سعيد المشايخية. مريفة بنت سليمان بن علي المونسية. ثريا بنت حمد بن عامر الراشدية. إيثار بنت علي بن راشد الفلاحية. أبرار بنت راشد بن سالم المسرورية. أسماء بنت سالم بن خميس الهاشمية. شروق بنت مسعود بن علي الجعفرية. ماجدة بنت خليفة بن سعيد الشرقية. عالية بنت سعيد بن خليفة المسعودية. أزهار بنت أحمد بن محمد البراشدية. موزة بنت ضعيف بن خميس المقحوصية. ثريا بنت سليمان بن حمد الوهيبية. مريم بنت راشد بن خميس القمرية. أفراح بنت سلطان بن خميس البطينية. سارة بنت راشد بن جمعة الكيتانية. ريا بنت علي بن سعد الرواحية.
مريم بنت ناصر بن سالم السالمية، إلهام بنت عبد الله بن حمود الحسنية، أسماء بنت خميس بن صالح القاسمية، تمنى بنت سالم بن محمد القحافية، أماني بنت ناصر بن عبد الله المشرفية، عاشة بنت سعيد بن حمدان السعدية، عليا بنت محمد بن خلفان الشعيبية، مزنة بنت سالم بن حميد الدلهمية، إيمان بنت سالم بن سعيد المسعودية، كوثر بنت ناصر بن سعيد النعمانية، مزون بنت ثابت بن علي القابرية، أبرار بنت محمد بن علي العريمية، فاطمة بنت محمد بن سلطان الحجرية، هاجر بنت علي بن جمعة العريمية، شمة بنت حمد بن سعيد الوهيبية، شفاء بنت سلمان بن مسلم الراشدية، حمدة بنت سلمان بن سالم القنوبية، نشكر الفاضل محمد عثمان، وندعو الآن الفاضلة الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثية رئيسة قسم الدراسات التجارية للمشاركة في توزيع الشهادات، فلتتفضل مشكورة. قسم الدراسات التجارية تخصص إدارة الموارد البشرية، البكالوريوس ماجد بن محمد بن سعيد المسكري، منصور بن محمد بن سيف القنوبي، حسام بن عوض بن راشد الكندي، أيمن بن عبد الله بن محمد النعماني، عز الدين بن شيخان بن سالم الشكيلي. تخصص إدارة الموارد البشرية، الدبلوم المتقدم، إبراهيم بن صالح بن أحمد النعبي. إدارة الموارد البشرية، الدبلوم حمود بن حمد بن سالم الرواحي. عبد الله بن علي بن هلال النعماني، إبراهيم بن سالم بن خميس البطراني، عبد العزيز بن حمد بن عبد الله البراشدي، هلال بن حمد بن هلال الحجري، محمود بن محمد بن مبروك السعدي. تخصص المحاسبة، البكالوريوس إبراهيم بن سالم بن سيف الحارثي. اليقظان بن صالح بن علي الجابري، سلطان بن سيف بن علي الحسني. تخصص المحاسبة، الدبلوم محمود بن سالم بن عبد الله الحنشي، سالم بن سليم بن صاروخ السلطي، خالد بن سعيد بن حمد المعمري، مانع بن خالد بن هلال النعماني، عثمان بن مبارك بن سعيد العلوي، ناصر بن خلفان بن ناصر الذخري، وإسماعيل بن سالم بن خلفان الطوقي. تخصص
إدارة الموارد البشرية البكالوريوس سامية بنت سعيد بن عزان الحنظلية. أميرة بن سعيد بن ساعد الحبسية. مية بن سرحان بن سلاليم الحبسية. شيخة بن سعيد بن عزان الحنظلية. أسماء بنت علوي بن سالم المهدلية. فوزية بنت راشد بن جمع الحكمانية. بدرية بنت مسعود بن المر السعدية. أسماء بنت محمد بن هلال العيسرية. هاجر بنت راشد بن حمد الحربية. علياء بنت حمد بن عبد الله المشايخية. تهاني بن سالم بن حليس الصوتية. هبة بنت ثابت بن سعيد العلوية. موزة بنت ناصر بن سبيح الهاشمية. ميثة بنت غيميش بن قميل المسعودية. سالمة بنت سعيد بن مسعود السعدية. كوثر بنت حميد بن ناصر الحرملية. وسالمة بنت محمد بن عبد الله المالخية. تخصص إدارة الموارد البشرية الدبلوم المتقدم عهود بنت علي بن سالم الغيلانية. أماني بنت طالب بن ناصر الشماخية. نعمة بنت مسلم بن سليمان الحسينية. مروة بنت سيف بن سعيد الوردية. حليمة بنت ثاني بن عامر الداودية. خديجة بنت حمد بن خلفان المبسلية. وصفية بنت جمعة بن علي العريمية. تخصص إدارة الموارد البشرية الدبلوم شيخة بنت خميس بن سالم الجعفرية. وردة بنت محمد بن عامر الوردية. شيخة بنت صالح بن سالم الجعفرية. رحمة بنت عامر بن ناصر المشايخية. جواهر بنت حمد بن سالم الغيثية. مها بنت صالح بن حمد المعاصبية. رقية بنت سيف بن ساعد السعدية. ندى بنت مبارك بن صابح بني عرابة. نجلاء بنت خميس بن حمود الهاشمية. طشلة بنت صبيح بن خادم الزرعية. زكية بنت محمد بن عامر الرزقية. التخصص المحاسبة البكالوريوس زهرة بنت راشد بن حمدون الرميمية. ماجدة بنت سالم بن محمد الرحبية. نورة بنت عبد الله بن سالم الصوافية.
إسراء بنت حمد بن حميد الزيدية، وريا بنت سعود بن أحمد الشبيبية. تخصص المحاسبة الدبلوم المتقدم هنا بنت زاهر بن سعود المعولية، وخليفة بنت سعيد بن راشد المشرفية. تخصص المحاسبة الدبلوم حسنة بنت عبد الله بن مبارك الحبسية، يسرى بنت عبيد بن سعيد السعدية، آسيا بنت حمود بن عبد الله الشهيمية، زكية بنت سعيد بن شنون الأبروية، جواهر بنت ناصر بن أحمد الفرعية، زهراء بنت سالم بن حمود السعدية. الزهراء بنت سالم بن ناصر الشرجية. رابعة بنت سالم بن حمد الكيتانية. لطيفة بنت شطة بن جمعة الحربية. غدير بنت زايد بن مسعود الذخرية. عهود بنت سعيد بن خلفان البدوية. نعمة بنت سالم بن محمد الرمحية. ابتسام بنت سيف بن حمود الرواحية. ثريا بنت خلفان بن علي الحبسية. ماجدة بنت أحمد بن سعيد الراشدية. مزنة بنت راشد بن محمد الحبسية. أميرة بنت حمد بن سعود الرواحية. موزة بنت حميد بن علي الوهيبية. منى بنت جمعة بن صالح العلوية. خلود بنت علي بن سعيد العامرية. تهاني بنت خميس بن سيف السيابية. رحمة بنت محمد بن سعيد الحربية. عذراء بنت عبيد بن غيميل الجديلية. وعد بنت سالم بن سعيد الوهيبية. أنوار بنت حمد بن سعيد الزرعية. وسماح بنت خليفة بن عبد الله العامرية. ندعو الآن سعادة الدكتورة الوكيلة للمشاركة في أخذ صورة تذكارية مع رعاية الحفل ومجلس الكلية، فلتتفضل مشكورة.
وفي نهاية الحفل نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة راعي الحفل وكل من شرفنا بالحضور وشاركنا فرحتنا في هذا اليوم السعيد. صاحبكم في هذا المساء كل من محمد بن عزان الرمحي، سالم بن خلفان الراشدي، حكيم بن صابر البرطماني، مآثر بنت زايد الحسينية، يقين بنت عبيد الراجحية، سناء بنت عبد الله الحبسية، ومحدثكم عزان بن سالم الشرجي، وتحيات المخرج ناصر السلطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.